ازيكم يا جماعه؟ في فيديو جديد من فيديوهات مواصفات الموبايلات. فالنهارده هتكلم عن موبايل سامسونج جالاكسي M30S. ففي الفتره الاخيره اعلنت شركه سامسونج عن موبايلها الجديد سامسونج جالاكسي M30S علشان يكون التركيز الكبير فيه على البطاريه. فالبطاريه بتيجي بسعه 6000 ملي امبير، وكمان اهتموا قوي بالكاميرات واهتموا بالمعالج. فالمعالج اللي موجود في الموبايل دلوقتي اكسينوس 9611، فهو احسن من معالج اكسينوس 7904 اللي موجود في موبايل سامسونج جالاكسي M30. فتعالوا نشوف مواصفات الموبايل. فالسعر المتوقع للموبايل حوالي 5000 جنيه للنسخه 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وممكن تلاقي السعر اعلى من كده شويه علشان الجمارك والضرايب. فاول حاجه، الموبايل متصنع من البلاستيك ووزنه 188 جرام، وهو بيدعم راديو اف ام، وبيدعم الموبايل شريحتين اتصال من نوع نانو اس اي ام، وبيدعم كل شبكات الاتصال زي شبكات ال 2G وال 3G وال 4G. والشاشه بتيجي بشكل النوتش على هيئه الووتر دروب او انفينيتي يو زي ما بتسميها شركه سامسونج. وبتيجي الشاشه من نوع سوبر اموليد بمساحه 6.4 انش بجوده الفول اتش دي بلس، بدقه 2400 في 1080 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 411 بكسل لكل انش. وبتدعم الشاشه ابعاد العرض الجديده نسبه 20:9، وتحتل الشاشه مساحه 91% من مساحه الواجهه الاماميه للموبايل. فالموبايل بينزل بكذا اصدار، فالاصدار الاول بيجي بمساحه 64 جيجا ورام 4 جيجا، لكن اللي بيكون متاح فيها هي 50 جيجا بس. والاصدار الثاني بيجي بمساحه 128 جيجا مع رام 6 جيجا، لكن برضو اللي بيكون متاح فيها 109 جيجا بس. والموبايل ممكن يدعم كارت ميموري لحد 512 جيجا. اما عن اداء المعالج، فالموبايل بيجي بمعالج اكسينوس 9611 بتكنولوجيا 10 نانو، مع معالج رسومي من نوع ميلي جي 72 عشان يكون اول موبايل من شركة سامسونج نازل بالمعالج ده. وكمان المعالج بيدعم نظام تعزيز الالعاب اللي هو الجيم بوستر، فاداء المعالج مقبول لكنه بيقدم اداء اقل من سناب دراجون 712 اللي موجود في ريلمي 3 برو. والكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2، اما الكاميرا الخلفيه فبتيجي ثلاثيه، فالكاميرا الاولى بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2، وهي الكاميرا الاساسيه في الموبايل. اما الكاميرا الثانيه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وهي علشان الالترا وايد. اما الكاميرا الثالثه فبتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وهي عشان العزل والبورتريه. وكمان في فلاش خلفي من نوع ليد، والكاميرا بتدعم التصوير السوبر سلو موشن والسوبر ستيدي والهايبر ليبس. والموبايل بيدعم ميكروفون تاني علشان يعزل الضوضاء والدقيق وانت بتستخدمه بصوره عامه. والموبايل بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده 4K بدقه 2160 بكسل بمعدل 30 فريم في الثانيه، وكمان بيدعم التصوير فول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل 30 فريم في الثانيه. والموبايل بيدعم معظم المستشعرات التانية زي مستشعر التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب. ومكان اليو اس بي في الموبايل بيجي من نوع تايب سي، وكمان بيدعم خاصية الـ OTG. والموبايل بيدعم فتحة 3.5 ملي علشان سماعة الأذن. أما البطارية فبتيجي بسعة 6000 ملي أمبير، وكمان بتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. ونظام التشغيل اللي بيجي بالموبايل أندرويد بي. والموبايل بيتوفر بكذا لون زي اللون الأزرق واللون الأبيض واللون الأسود. فمن عيوب الموبايل ان هو ما بيدعمش لمبة اشعارات، ومستشعر البصمة مش سريع قوي لكن شغال كويس. مفيش طبقة حماية موجودة على الشاشة بالرغم ان في موبايلات ارخص منه موجود عليها. واداء الكاميرا الخلفية في الاضاءة المنخفضة ضعيفة شوية. اما من مميزات الموبايل، فوزن الموبايل خفيف بالنسبة لحجمه، وبيدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. والبطارية بتقعد معاك لفترة طويلة قوي علشان ساعتها الكبيرة اللي هي 6000 ملي امبير، وكمان ممكن تشحن معاك بسرعة لانها بتدعم الشحن السريع. والشاشة بتيجي من نوع سوبر اموليد، فبتقدم اداء ممتاز مع تشبع عالي قوي في العرض، وتكون واضحة قوي تحت اضاءة الشمس. فالموبايل بيجي معاه راس شاحن بقوة 15 واط، وسلك يو اس بي من نوع تايب سي، وكتاب التعليمات والضمان، وتبوس معدني علشان شريحتين الاتصال وكارت الميموري.